Gastón, Lindona, qué metada. Ay, عليك السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوظيفة التدريب الأول في موضوع أحوال بناء الفعل الماضي. ماضي فعلنا مبني حول تلارا منذ سنوات كان درس توقودك وشانا برنشا ماشقة. عين في العبارة الآتية الأفعال الماضية المبنية على الفتح والمبنية على الضم والمبنية على السكون وبين السبب في ذلك. و شنو نموج فتحة مبني، نموج ضمة مبني، نموج سكون مبني، لقنا سبب بيان قبل أصل حاضر كل واحدة. أظن فعلنا هنا قيام Tamrinlerde birincisindeki, birincisi geldik. Ben bu... Hamasını geldik. Yok yok, bu şey birincisini bir geklemez dediğiz. Ben bu ayın fili barata ne kadar. Fatıha gem abni, zemme gem abni. Ana uşalana kılamız, devam ettiremiz dediğiz ustaz. Bunu kımam edik. Yok yok. Boşla gelmez ustazın. Ben ne kadar kılamız dedi çünkü. Ahırını müşteri okudular mı? Müşteri okudular. Yani nunun vikaya gelişi ki yani ne mi? Yapışıp ki gende nasıl olma? Doğru cümle ben bu oldu diye. Faktarahtu aleyhim en nazura hadikatel hayvana. Hayvan. Maşı gekeldik bu oldu. Fakabilu gekeldik. هل قرأنا فاقترحت عليهم أن نزور حديقة الحيوان قرأنا أم لا؟ نعم نعم إذن اقرأي أستاذة نيلوفر الجملة التالية. فقبلوا الفكرة وفرحوا بها. أولار قبل أولار فكرنا قبل قلشت وأنجا خرسان بولشت. هل في هذه الجملة يوجد وفعل ماضي؟ نعم قبلوا فرحوا فعلان في الباب ماضية وهما مبنية على الضم مبنيان على الضم لماذا؟ ماذا؟ واو الجماعة كي كانوا يقولون لاتصاله بواو الجماعة بواو الجماعة لاتصاله بواو الجماعة واو الجماعة بالأمريك كي كانوا يقولون صحيح. مشتري اقرأ الجملة التالية. مشتري استاذ اسم ابن شو بايد كيتشي مشتري مشتري دادم ايش كم وقم يبدو وقي سزمة حمال بي سمة دم مشتري انا سمة بماس يوق بها أنا أقبل دل ثم ثم سرنا ثم سرنا جميعا إليها سيرنا عند سيرنا بولا بتور سيرنا جميعا إليها فدخلناها وشاهدنا ما فيها من أنواع الطير طيري من أنواع الطيري و
صنوف الحيوان. وصنوف الحيوان. سونغري سير قلدك خمامز وطمانجي يردك، يعني حديقة الحيوانات طمانجي يردك. فدخلنا هذا ونجكرديك وشاهدنا ما فيها من أنواع الطير وصنوف الحيوان. وحيوان صنف لارا تر لارا وخارخ القشلانة تر لارنا ويرد كورديك تمشى قلدك. كم هل يوجد فعل ماض في هذه الجملة؟ نعم. كم فعل ماضي في هذه الجملة؟ ثلاثة. ما هي؟ سيرنا دخلنا حمرا شاهدنا صحيح. سيرنا، ما حال البناء؟ مبني على ماذا؟ مبني على السكون. صحيح. لماذا؟ لاتصاله بالنون نسبة كل سيرنا نا الفاعلين. نا الفاعلين. نعم، لاتصاله بضمير الرفع المتحركة متحركة. This is an bolada. حركتلانوچه رفع ضمير بلامبريكان لجوچون. يوكي نا الفاعلين بلامبريكان لجوچون. سكونجه مبني this is an bolada. دخلنا مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بالنون الفاعلين. بناء نون الفاعلين سيز ولاد يمكننا الفاعلين. وشاهدنا مبني على السكون لاتصاله بالناء الفاعلين ايضا. صحيح. أستاذة العبار اقرأي الجملة التالية. وبعد ساعتين قضيناهما هنالك. عاد كل منا إلى أهله مملوءاً بالنشاط والسرور. بالنشاط والسرور. وإكسغتين كيان قضيناهما. بويرنا تركت. بوير إكسغت قالدك. قضيناهما دب ساعتين نتوت. إكسغتين كيان. Bu yerde iki saatini ot gezdik. Bu yerde iki saatini ot gezdik. Ada kulla minni ila ahlikim. Ve her birimiz kursan ve bilmeşik. Memluan, tulgen halde degen neşat, enerji, yani aktivnist. Faollik bilan to'lgan holda, faollik xursandchilik va faollik bilan to'lgan holda uyimizga qaytdik. Har birimiz uyimizga qaytdik. Kam fi'lan. Kam fi'lan ma'lum. Qodoyni ada fi'lani. Naam, qodoyni va ada. Ada. قضينا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بنايل فاعل. نال فاعلين. نال فاعلين. عاد مبني على الفتح
لماذا؟ لأنها لا سل... ما سبق حرف نقماسي مبني لم يتصل بآخره شيء. ها لم يتصل بآخره شيء. آخر جيش نرس بريك مثلا فتح جمع مبني بلد. التدريب الثاني، ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون مرة مبنيا على الفتح، مرة مبنيا على الضم، ومرة مبنيا على السكون. إذن كل واحدة الآن منكن تنشئ ثلاث جمل لكل كلمة من هنا، وتجعل كل كلمة مرة مبنية على الفتح، بعد ذلك مبنية على الضم، بعد ذلك مبنية على السكون. وتخلق جابت سلام عشو بتفل برنج فتحة مبنية خلاص لكين ضم لكين سكون. سليمة حان دورك، ابدأي. صباحات طفلو بولا صباحات طفل الطفل قوستي صباحات صباحات طفلو طفل صباحات طفلو بولا نقا سوزد صباحا فعل ماضي مبني على الفتح لأنه أنقى لم يتصل بأهله شيئا. جيد. الآن اجعلي مبنيا على الضم. الضم. صباح طفلان أطفال أطفال. صباح الأطفال. الأطفال. صباح فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بباب الجماعة. لاتصاله بباب الجماعة. جيد. الآن اجعلي مبنيا على السكون. سبحت في النهر نهر ساكنة في شنو قديمة سبحت في النهر في النهر. نعم. إذن سبقت في الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحرك. بتاء المتحركة. نعم أحسنتي. أستاذة نيلوفر فعل غارقة. غارقة غارقة كوب في في النهر. چشکم چشک استکان دیل استکان دریاده چکب کتده غاری قفه لو معدین مبنی علی الفتح میده لان لم یتسل بی آخریه شی ساخت یا استکان طب اینده نقیه على الضم غرقوا الأطباق غرقوا جام مذكر كيش لتلات غير عقل جا جام مؤنث كيش لتلات ودام لان شو كتر نكينا تتس بس نمد بيازي بانسا ايتي غرقوا الناس ودبيتيما دی اتورس هست راستن چوکتر میابس کو چوکتر لارد هست کچون در غاری قن ناس و فیل بخری آدم لار نقدر دنگیز ده چوکتر لار غاری قو فیل معدین نقدر مبنی على الدام لاتصاله بی واویل نقدر معاويل
كوبلي جماعتي سكون قلي يسبق من ده وظيفه جماعتي طب ان ده مبني على السكون تريكا بس انما استاذ حو خوز ما خوز سوز شنان يا حو حوض غرقت في الحوض و يساعد يو ساعدني أخي غرقت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة نعم أحسنتي مشتري استفهم ديجان صورة ديجان مشتري حاضر استفهم التلميذ استفهم التلميذ الموضوع استفهم التلميذ الموضوع استفهم فعل ماضي مبني على الفتح لماذا مبني على الفتح؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء لأنه لم يتصل بآخره شيء جيد اجعلي مبنيا على الضم استفهم الطلاب موضوعا الموضوع الموضوع طلبلار da mazunu çözdü. İstafham soruştu. Soruştu. Peki soradılar. İstafham fiil mudari mabni ala dam. Madi. Fiil madi mabni ala dam. Littisalihi bil vavu cema'a. Ahsenti. Al'an ic'ali mabniyan ala sukun. استفهمت استفهمت الوظيفة نصورة دولي استفهمت واجب البيت واجب البيت واجب البيت استفهمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. أحسنتي. أستاذة لوبر. نعم. اجتمع. يغلد من أستاذة؟ جم. اجتمع يغلد ديجانها. اجتمع الرجل يا أنقى مع القوم وتسيس بلد هو يغل بولشكلة اجتمع القوم في لما قوم يغلد في الماضي مبني فعل ماضي اجتمع في الماضي مبني على الفتح لم يتصل لأنه لم يتصل بآخره شيء جيد كيان اجتمعوا
طفلاني كلمات كوبلي قلنا أطفال أطفالي أطفال اجتمعوا الأطفال اجتمعوا الأطفال اجتمعوا في الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع جيد الآن اجعلي مبنيا على السكون اجتمعنا يغلدك مع أصدقائي اجتمعنا في الماضي مبني على السكون لاتصاله نائل فاعل بناء الفاعلين بناء الفاعل فاعلين فاعلين جيد أستاذة سليمة إن حضر ألداندا أستاذ نعم إن حضرت الزوجة أنا أيول ألداندا إن حضرت في الماضي مبني على الفتح لاتصال بتاء التأنيث تاء التأنيث نعم تاء التأنيث إن حضروا مسافر لار ألداندا Hazır okunda kopuşturdu ya Halit. Misafirler. Özgeyrisi kop aldan konuşuyordu. Misafirun, misafir. Cami kanatı. Misafiruna. Al misafiruna. İn hada'ul misafiruna. Misafirler aldandılar. İn hada'u fiil mazî mabni ala ala dam. مبني على الضم لاتصال بباب الجماعات لاتصاله بباب الجماعات إن حضعنا إن حضعنا في السوق بازار ده عندك إن حضعنا في السوق بزر ده عندك إن حضرنا في الماضي مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين جيد انتهينا من التدريب الثاني والآن نبدأ التدريب الثالث كون الوظيفة الأولى في التدريب الثالث كون ثلاث جمل في كل منها فعل ماض مبني على الضم وفي الوظيفة الثانية نكون ثلاث جمل في كل منها فعل ماض مبني على الضم برنجستا فتح كده كنجستا ضم وبعد ذلك ننشئ جملة التي فيها فعل ماض مبني على السكون كما فعلنا الآن يمكن أيضا أن نفعل ينا فتح يضم يوسكون مبني bitteden yap. Huzur. Biterken selam. Başka yap düzesle. Ben de silege fiil verme yaptı. Uzile fiil tapasıyla. Uzile düzesle. Çide leke madi fiili fatha gibi mabni bulsun. Kiyen damma gibi mabni kılasla. Kiyen sukun gibi mabni kılasla. Üstaz Zeynilufar iddiayı. مبني على الفتح كيف وصل الولد إلى هنا بولا بويرجا قنداي كيلدا يتب كيلدا وصل فعل ماضي مبني على الفتح لتسأل لأن لم يتصل بآخره شيء نعم الآن اجعلي مبنيا على الضم لعبوا التلاميذ بعد الدروس
O'quvchilar darslardan keyin o'ynashdi. Ba'da dars, ya? La'ibu fi'lun madin. Arab tilida durust desangiz ham o'zbek tilida darsdan keyin durust, darslardan keyin deyilmaydi o'zbek tilida. La'ibu fi'lun madin mabni ala dom. Anaqa littisolihi bi wawil majmu'atin mada? Bi wawil jama'atin. 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 Anotur kukun. Jama'atin. Littisolihi bi wawil jama'atin. Nadoftu nadoftu ghurafi nimaydi qobla al-id bayramdan oldin xonalarni tozaladim. G'urofa dedingizmi yoki g'urofi dedingizmi? Xonalarni dedingizmi? Aha, g'urofi. Xo'p. نضفت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة. أحسنتي. مشتري. اقرأي جملة التي فيها فعل ماض مبني على الفتح. يطلع دخلت زوم استاذ. خفيفة. خفيفة. حفظ التلميذ شعرا. حفظ التلميذ الشعر. 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 قال بوغن لكن تعميم بوغن الشعر. حفظ فعل الماضي مبني على السكون. لأنه لأنه لم يتصل بالآخر شيء بآخره شيء بآخره شيء. اجعلي مبنيا على الضم. ذهبوا مسافرون إلى السفر. إلى السفر ذهبوا. تيوج سفر قبل أردجان سافروا في الشتلة. سافروا مسافرون. المسافرون. المسافرون. قيس قد كيت كان يطلع إلى السفر ديني. سافروا مسافرون. إلى مصر. إلى مصر. مصر. إلى مصر. إلى مصر. سافروا المسافرون إلى مصر. سافروا في الماضي مبني على الضم لاتصاله بالواو الجماعة. بالواو الجماعة. بالواو الجماعة. بالواو تمام بالواو الجماعة. واو الجماعة إضافة بلد واو مضاف. الجماعة مضاف إليه مجرور بالكسرة بلد بواو الجماعة بلد. اجعلي مبنيا على السكون. دوش أنا مصر جي سفر قلدم بس سكون يا مبني بلد. سافرت إلى مصر. جيد.
سافرت في الماضي مبني على السكون لتصريفه بتاعي المتحركة. نعم أستاذ لوبر. شاهد الولد تلفازة. التلفازة. التلفازة. شاهد الولد التلفازة. شاهد الولد التلفازة. بولا تلفزيون كوردة. في الماضي شاهد في الماضي مبني على الفتح. لم يتصل بآخر شيء. شيء. ضم again. ذهبوا طلاب إلى الطلاب ذهبوا الطلاب في إلى الجامعة. Talebeler üniversiteye vardı. Zehabu fiil mazin mabni ala dam litisalih bi vavil cema'a. Şimdi sukunlu gidecek. قطفنا العنب في الحديقة. ترجمي. باغدان أزمنا أزدك. باغدا أزم أزدك. باغدا أزم أزدك. قطفنا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعل. نعم بناء الفاعل. بناء الفاعل. سليمة. التلميذ كتب المكتوبة. كتب التلميذ المكتوبة. كتب فعل ماضي مبني على الفتح لأنه لم يتصل بآخره شيء. كتبوا التلاميذات التلاميذ درسهم. ترجمة. أوكوتلار درسلارنا يازدلار. كتبوا في الماضي مبني على الضم لاتصال بباب الجماعة. لاتصاله لاتصاله بباب الجماعات. شنو نخلي وصفتنا لاتصاله بباب الجماعات. جماعات تختمي جماعتي بولاد. جماعتي يوكي جماعة بولاد لكن جماعات تختمي بباب الجماعات. بباب الجماعات. بباب الجماعات. كينجسن سكون. Hazır. Şunda kara atımlı Kur'an'a desem bulur adım üstad. Şunda ta'ul müteharrik bul adım tüm. Oku dingizler. Kara atımlı Kur'an'a. Kur'an'ı oku dingizler. Kara atım fiil mazim mabni ala sukun. Littisalihi bi ta'ul müteharrik. Bi ta'il müteharriketi. Ta'ul müteharriketi. نعم.
وميم للجامعة ببيت لا تشون كوبشل وشان ده ت وزي علماء ليك خنيت شده ت نوزن أنا شو نك أول ما شدي شده برخلة برخلة علماء عنده ميم جامع وشون كوبل كوشون ت نوز علماء شد بولب مايدا لو أرميلي ده شو تون تجان نوزن برجالي ده ضمير متصل وشان وزن يام تاو المتحركة للمخاطب جام مذكر ده بيتنا عجرات ميمس شو ميم بلان برجالي ده يتوري لي دي شادة ولا مالك خل أنا قيد شادة بازلار تان وزن الله خده الماش تبيت ميم ما الميمو للجام ميم إسا كوبليك وشون ده اتشاد شو قرأ تنا بوسام شو نقبلها ده مثلا قرأ قرأ في الماضي تنا تعقل متحرك تعقل متحرك للمخاطب مؤنث جام دي سيجان بولا ده كلونا برجالي من هم بایدن بیر خیران بودن فقط متکلم مفرد بلن جمع میتوسل مخاطب تا بار تی بار تو ما بار تون تون بار شان بو میده ده بایل شوات ما ده اونی هم بل قال شهر ایس لگی سیکی بقالر ده بزگن چه تو زورا قاسن ده بین نمیترودم قیم لشتی بار شونه زنی هم از رو تاپیت دادم ده یا بونه لیکن اویلیت دادم شنر نام باش قچه هم میکن یا شو تا علم تا حدی کوله هم میکن ده لیکن که اویلیت درودم طیب التدریب الرابع تورتن چی مشق الوظیفة الاولى كون ثلاث جمل في كل منها فعل ماضي متصل بواو الجماعة وبعد ذلك الجملة التي فيها فعل ماض متصل بالتاء المتحركة وبعد ذلك جملة التي فيها فعل ماض متصل بنون النسوة والجملة الأخيرة فعل ماض جملة التي فيها فعل ماض متصل بناء الدالة على الفاعل خب استاذ نیلوفر بونه بیتته بیتته دن قب چقدر قالیله برنچه واو الجماعه گه همه ایتب چقدر که این تاو المتحرک قوش با همه ایتب چقدر که این نون و نیس و قوش با ایتب چقدر سلا که این نا الفاعلین قوش با ایتب چقدر سلا راکیبو الریاضیون الدراجاتی راكبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بالواو الجماعة بواو الجماعة في بواو الجماعة طيب مشتري جلس الرجال في الغرفة جلس في الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة ترجمي كشلار خانده اوترشته جلسوا في الغرفة بيزا جلسوا نفايل واو الجماعة قصيزا مولادة غرفة وزواو الجماعة فايل بولادة إتما سيام ونال دنگ جاب تيت الجنب سيام شن دايت سبولادة تور طب أستاذ الأبر حفيظو قار الأرض ما دي لاد القراء القرآن حفظوا في الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو
جماعة. أحسنتي. سليمة. فتش الصياد أوج قدرده. لماذا ذيس؟ فتش أنا قدرده. تفتيش. فتش فعل بوم. فتش بوميدي. حاضر. تفتيش بوسر. تفتش بولد. رباعي فعل. تفتش تفتيش. تفتش الصياد أوج قدردة. تفتش في الماضي مبني على الفتح لأنه لم يتصل آخره بآخره شيء. جيد، أحسنت. ننتقل إلى الوظيفة الثانية. الآن إنشأنا الجمل التي فيها فعل ماض متصل بالتاء المتحركة. ابدأي أستاذة نيلوفر. بقيت في البيت بيتي وما ذهبت إلى السوق. Uyda qoldim va bozorga bormadim. Baqitu va zahabtu fi'lan madiyan va anaqa mabni ala sukun littisalihi bita'il mutaharikati. Ahsanti. Mushtari. مشتري. شو تنستف أنا يا بلوتون. طيار لندن ما بلدستف. استعدت. استعدت للمدرسة. استعدت في الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة. نعم. أستاذ لوبر. هل غسلت الأطباق يا فاطمة؟ هل غسلت دميستي فقط غير فاطمة بس غسلتي بولدة؟ ها غسلتي. هل غسلتي الأطباق يا فاطمة؟ غسلت في الماضي مبني على السكون لاتصاله. بس غسلتي دي. غسلتي. غسلتي في الماضي مبني على السكون لاتصاله بتايل متحركتي. متحركتي. جيد. سليمة. غسلت الملابس. ماذا؟ غسلت الملابس. اختاري فعلا آخر. هذا قد مرة. غسلتن. غسل فعلا بلا معنى. أنا وجه لابر بيت لك وباشقة فعلا. ايه أزر أزر. ها ها ها. هذا قرأتن الكتابة. قرأتن. تن الكتابة. هما سبيت كتاب أقش كام؟ عيال. قرأتن الكتب. طيب. قرأتن. قرأتنا في الماضي مبني على السكون لاتصال بناء الفاعل. لاتصال. لاتصال بتاء المتحرك. تاء المتحرك. لاتصاله. لاتصاله بتاء المتحركة. متحركة. متحركة.
جيد، ننتقل إلى الوظيفة الثالثة، النون النسوة. أستاذة نيلوفر. النساء ذهبن. حاضر، خلينا قرأتن تتيزو. وش نون النسوة جيم صلبولة. يوخ أنا قا نون النسوة بار لكي ونال نتاول متخاركة بار بو غايب تا أنا قا وشن شخص تا ولار و أيولار قلدلار ريتاس بولد يو بولو راد سيكي بسالي مبا ويام تاول متخاركة بار بولد دا غايب قان ناس جام جيتاس لحاضر. النساء ذهبنا إلى روضة الأطفال بالسيارة. Ayollar bog'chaga mashinada ketishdi. Zahabna fe'lun ma'dil mabni ala sukun bittisolihi binunun niswa. Sahih, ahsanti. Mushtari. Qanaqa gap so'raydi ustoz? Uchinchi shaxs ayollar ko'pligiga o'tgan zamon fe'lligi gap o'tish. O'tgan zamon modi fe'liga g'oyib muannas jam fe'l eting. Yo, unchundan nima haqida tushunaman? Mana biror o'sha ayollar bir nima qildilar, pishirdilar deb ayting. Osh pishirdilar. Yoki bu yaxshi ko'rgan ovqatingizga ayting. Yoki to'rt pishirdilar deng. Gap ko'p-ku. Tovoqxona deb pishir. أستاذ لوبر أنا قد طبخنا إشراحي فعل طبخنا فعل ماضي طبخنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالنون النسوة أحسنتي أستاذ لوبر كرم ما شاء الله Taramoq dedingizmi yo qaramoq dedingizmi? Qaramoq, mas taramoq, sochini taramoq. O'sha mashato. Mashato. Mashato desa ham bo'ladi, mashato desa ham bo'ladi. Mashatnal banatu. Soch. Soch. شعرهن في الماضي مشتنا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون نسفة أحسنتي سليمة أستاذ خويتا تكتمد نعم خويت حاضر خويتنا 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 الملابس كيم لعب تكتمد خويلنا yetmaysiz ma kimligin mana qoyyapni kim qizlami tikuvchilarmi ayol tikuvchilarmi qoyyapni
هي تاتو تكوتش بيتا جامعة بالمعب كنك خياطات خياطات خياطنا خياطنا لخياطات خياطات خياطنا خياطات الملابس خياطات الملابس خياطات خياطنا الخياطات الملابس تيوجلار لباسلارنا تختلف خياطنا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسبة نعم جيد والوظيفة الأخيرة نا الفاعلين تنشئ كل واحدة منكن جملة التي وفيها فعل ماض متصل بنا الفاعلين ابدأي أستاذة نيلوفر اشترينا البطيخ اللذيذ وأكلناه شرين تربوز ساتب أولديك وأنا يديك ما أحوال بناء اشترينا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالناء الفاعلين وأكلناه فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالناء الفاعلين جيد مشتري مشتري أستاذة لوبر نظفنا الغرفة يوم العطلة في يوم العطلة الغرفة نظفنا الغرفة لا نحتاج إلى في يوم العطلة خلاص يعني. يوم العطلة نظفنا الغرفة يوم العطلة دام علش كنا خانة لارن تزلدك نظفنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعل بناء الفاعلين بناء الفاعلين أحسنتي أستاذة سليمة نالنا بس اش ارشتك دي كان بولاد مستوز نالنا بومي ددو نالا يتماق ارشماق وزيجي نايلون بوغان لگه وچون نيلنا بولاد نيلنا استازتا نيلنا أستاذة مجتهدة ماذا تقصدين؟ نيلنا وزبي تشاسنيتي؟ ترشقاب أستاذ جيتشتك وزيز وشناقة أستاذ بول دم دماغ جمسيز بول ديك دماغ يوغ إرشتك شناقة إنسان جالي سوغة إرشتم بدي يتشتم بدي جائزة نيلتو جائزة نيلنا وش مكافأة كيرشتك بس يحشر وانا قبولا نيلنا الجائزة جوز الميد نيلنا بولاد نيلنا نيلنا الجائزة نيلنا الجائزة يخشى أخاف نيلنا فعل نيلنا نيلنا فعل ماضي بنائه نيلنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين
لاتصاله بناء الفاعل. جيد. والوظيفة والتدريب الأخير تمرين في الإعراب. عند إعراب قلديان نموذج مثلا قرأنا الكتاب. قرأنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل مبني على السكون. الكتاب مفعول به منصوب بالفتحة. أستاذة نيلوفر اقرأي وترجمي وأعربي الجملة الأولى. قرأنا الكتاب. شو مستفى؟ قرأنا نوز إيروب لبيتك. شممت الوردة. نميكا شممت خدلاش مستفى؟ خدلادم. قلنا أترقلنا خدلادم. شممت في هذه الجملة فعلية. شممت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة. تو وتو فاعل مبني على الضم. الوردة مفعول به منصوب بالفتحة. جيد. مشتري اقرأي الجملة الثانية. داري وتسجلك. صبحنا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. ناو الفاعل فاعل مبني على السكون مستص. في حرف جر مبني على السكون. النخري اسم مجرور مجرور بالكسرة. نعم. في حرف جر النهري اسم مجرور بالكسرة. نعم صحيح. أحوال بناء الأمر أحوال بناء الأمر سندرس في المرة القادمة، لأن الأمثلة أيضا كثيرة. كثيرة وطويلة. رسكو بك أنا أستاذ. بخصي عمل جنك على السفر. عمل ركي. شنا قدي؟ عمل ركي شنا قدي؟ ما بني على السكون دبقوا يسابولاد. ما يوبوت خارخل ترلال بعض. مبنی آخر دایم سکون گبو میگیده بوزه اصل ده فعل و امرین مبنیون على ما یجزم بهی مدارعه مدارع نمگی بلا مجزم بگم بوسه و شنگ مبنی بولده آخر گی خرده نمگی بلا مجزم بگم بوسه و شنگ مبنی بولده چونکه مثلا آنی بلا اون لده مبني على حذف حرف نون خلاده. أرجعنا كم زدنا ما ديش. رحمة كت كنسر. الله راضي بوته. طيب إذا لا توجد هل توجد الأسئلة متعلقة بفعل الماضي بأحوال بناء الفعل الماضي؟ ماضي فعلنا مبني خلت حقد سوال بسبريلا. فهمنا هذا الموضوع. أنا قال لا هل لا يوجد وظيفة منزلية. واجب البيت ترجمنا هذه الأمثلة في أحوال بناء الأمر. يتسهل الأمر لنا في المرة القادمة إذا تترجمنا في البيت. تمام. بده ترجمة كسيلة إشمز أصار بولادة. بولادة. تستس إتب ما أمر فيلنا ما جم أبني لينا بلوك كتورة مس إن شاء الله. رحمة كتب أستاذ. جيد إذا لا توجد الأسئلة
سنلتقي في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء. مع اللقاء. السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا أستاذ.